جدل واسع أثاره قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور جنوبي لبنان بإصداره قرارا يمنع بموجبه سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا من الإدلاء بالتصاريح الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها. فتصريحات شيا أغضبت بعض الأوساط اللبنانية، حيث أعلن أن اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد، وأن حزب الله يهدد استقرار لبنان ويمنع الحل الاقتصادي. وقالت خلال مقابلة تلفزيونية أن الشعب اللبناني يعاني من تبعات عقود من الفساد والإنفاق غير المسؤول وسوء إدارة الأموال العامة من قبل الحكومة المتعاقبة، والتي وعدت بالإصلاح لكنها لم تفي بالوعود.